السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي حالا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا سلام بقى لو عملت لنا لايك تبقى كله تمام من غير رغي كتير. يلا بينا. الزمالك بيفوز على الاهلي 2-1 في الدوري، وعايز اقول لكم الماتش كان مثير جدا خصوصا الشوط التاني. بس هي جملة اللي بيلعب عليها جوميز مدرب الزمالك، هو المساحة اللي بتبقى موجودة قدام الاتنين الديفندرات، الاتنين السرد باكات رامي ربيعة وعبد المنعم. هو بيفضل يدور الكرة في الجزئية دي لغاية لما يجيله مهاجم يقطع في المساحة، في ظهر المساحة اللي موجودة فين؟ في الديفنس. هي دي النقطة اللي بيلعب عليها جوميز، واضحة في الماتش اللي فاتت وفي طريقة لعبه. بس انت يا عم جوميز انت محتاج نوعية لعيبة من كواليتي عالي جدا، محتاج كمان اتنين مهاجمين على الاقل يقدروا ينفذوا لك القطعة في الوقت المناسب، وكمان يبقوا فينيشر على المرمى بشكل كبير جدا. الجزيري صدفت معاك ده، هو خبطها، والتحرك بتاع تحركات الجزيري النهاردة كويسة، كلها التمركزات بتاعته القطعات في ظهر الديفنس، هو ده الجزيري بيعمل كده. لكن الفينش عند الجزيري راح في 60 داهية، ده اولا. ثانيا قوه الاجنحه بتاعت النادي الاهلي ما كانتش موجوده في الشوط الاول للاسف، ودي التشكيله الجميله المبدعه اللي قرر فيها كولر، مارسيل كولر، ان هو يحط فيها عمر كمال جناح يمين، هو مركزه الاساسي بس هو بقاله فتره طويله او ما لعبش جناح يمين، بقاله فتره طويله. وبعدين لما كان بيلعب جناح يمين كان بيلعب مع علي ماهر، وكان بيفرغ له المساحه، كان بيسحب الهجوم بحيث ان هو يفضي له المساحه فيقطع في ظهر الديفنس في العمق على طول، او يطلع من بره ويشوط ويسدد. هو ما قدرش يعمل كده مع الاهلي، فدي كانت غلطه. انت مثلا عندك واحد زي عبد القادر، لعيب كوره وعيل حريف وبيلعب كوره حلو، انا زملكاوي بس انا بحب اقول اللي ليا واللي عليا. انت عندك عبد القادر وعندك رضا سليم وعندك كوكبه من النجوم بره، انت مركنهم ليه؟ انت ليه بتفتي؟ انت ليه بتفتي زي جوميز برضو؟ انت ليه بتفتي يا عم جوميز؟ انت نزلت بتلاتة لعيبة كرة في نص الملعب، ما عنديش مشكلة، لكن انت ما عندكش حد يقطع غير دونجا لوحده، من ده غلط، ما ينفعش تعمل كده قدام الاهلي. قدام الاهلي يبقى دونجا محمد شحاتة، دونجا وشحاتة، وقدامهم واحد من الاتنين، يا حمدي زكي يا اما عبد الله السعيد. ما ينفعش تلعب بالاثنين، ما ينفعش يبقى عندك فردتين زي دول في ارض الملعب على حساب الناحيه الدفاعيه، ما ينفعش يبقى في ديفندر بيقابل اثنين، ما ينفعش. عموما هي عدت الحمد لله، والف الف مبروك للزملكاويه وهارد لك للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي، انا راجل زملكاوي بس بعترف ان اهلي احسن حاجه فيه واحسن ميزه فيه هي الروح القتاليه اللي عنده، وهو ده اللي بيخلي الاهلي بيكسب حتى في اسوأ مستوياته. خلي بالك انت بتلعب الاهلي النهارده في اسوأ مستوياته، وان ده ما يمنعش ان الزمالك بيلعب كوره كويسه، بس ناقصه عناصر كتير. الزمالك ناقصه اجنحه هجوميه قويه وعندها القدره ان هي تقطع في العمق تلعب السترايكر تاني، لان جوميز الجناح بالنسبه له مش ان هو ياخد الطرف او يفتح في عرض الملعب ويقف على الخط ويروح يرفع ويعرض، ده مش الجناح مع جوميز خالص. جوميز الجناح بالنسبه له هو بيقطع يبقى سترايكر تاني، بحيث لما الكوره ناحيه اليمين مثلا المفروض ان يبقى في سترايكر تسعه وليكن سيف الدين الجزيري، وجنبه على طول الجناح اليمين سواء كان زيزو او اي حد تاني، واللي زيزو بنقول له بالمناسبه الف الف سلامه عليك. فطبعا الجناح بالنسبه له بيبقى سترايكر في حاله وجود الكوره في الشمال، في الشمال يبقى الجناح اليمين بالسترايكر، هم دول الاثنين المهاجمين بتوعه الرئيسيين. الكوره في اليمين بيبقى الجناح الشمال بيضم في العمق، وهو ده اللي بيخليه يلعب بناصر ماهر، لان ناصر ماهر عنده القدره على ان هو يخش في عمق الملعب. تمام. طبعا الاهلي عنده مشاكل دفاعيه كتير جدا، واعتقد بقى ان علي معلول خلاص كفايه عليه كده. المفروض كنت اديت كريم الدبيس حتى لو كان يعني لسه ما دخلش في الفورمه بقاش 100 100، بس انا رايي ان كريم الدبيس كان هيسند لك الناحيه الدفاعيه احسن من كده. هارد لك لكل جماهير الاهلي، والف الف مبروك لجماهير الزمالك العظيم. كان معكم ممدوح المهدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.